في يونيو الماضي احنا دشنا كل هذه المجموعه باستثناء في تكمله للمشروع هذا؟ لا شك. بالنسبه للبحرين في هناك دائرتين، كل دوله موصله على خطين. نعم. يعني مين وباك اب. فالخط الثاني لحمه خلاص بالنسبه للبحرين. اما باقي الدول الاربعه المترابطه حاليا مكتمله. نعم. المرحله الثانيه من المشروع نعم. اللي هو تقويه الشبكه الداخليه لدوله الامارات العربيه المتحده وسلطنه عمان، هذه ايضا انتهت لان هذه ما تملكها الدول الخليج، هي كل دوله معنيه بشبكاتها الوطنيه. نعم. فكان طبعا في وقتها اثناء الدراسه في 1990 ما كانت الشبكه الداخليه جاهزه لان تترابط مع دول الخليج. الان جاهزه. فالان اصبحت جاهزه نتيجه ايش؟ تاخير. نعم. صار في بدء المشروع المرحله الاولى. نعم. اذا هي المرحله الثانيه فاصبحت الاولى والثانيه منتهيات. حلو. باقي المرحله الثالثه اللي هي عباره عن جزئين، جزء يرتبط ربط الامارات بالدول الشماليه الاربعه. وبعدين الجزء الثاني والاخير ربط عمان بالامارات، لانه مش اقتصاديا مجدي ان تربطهم مباشر. نعم. مسافه بعيده. نعم. فمن خلال الشبكه الاماراتيه يتم توصيلهم بالمرحله الاولى. في سؤال عفوي جدا، يعني هل هذا بعد يكتمل المشروع بشكل عام وكامل؟ يعني ما راح ينقطع، يعني تنقطع الكهرباء عن المواطنين لاي ازمات كهربائيه في دول مجلس التعاون؟ هو طبعا ما ينقطع بالتحديد، اكيد ما راح يكون. اي واحد يقول لك ما ينقطع يكون يعني مو صاحي. ما في كهرباء ما تنقطع، عرفت كيف؟ ولكن يقلل فرص الانقطاع. نعم. يقلل فرص الانقطاع ويزيد اعتماديه الشبكات الوطنيه، الشبكه المترابطه كلها طبعا بتصير شبكه خليجيه، اعتماديه الشبكات ترتفع، بالتالي يقلل فرص الانقطاع حسب طبيعة الانقطاع. فإذا كان الانقطاع نتيجة عدم كفاية المنتج، الكمية المنتجة، فشبكة الربط ما تقدر تساعد غير إلا إذا كان في إنتاج متوفر في دولة ثانية تنقله للدولة دي. أما شبكة الربط مو شبكة إنتاج، هو شبكة نقل، مثلها مثل طيران الخليج، طيران الكويت، طيران كذا، هو ناقل خليجي للكهرباء. بس في ممكن تستفيد منها بعض الدول العربية إذا كان يعني يستفيدون من هذه الربط، ولا بس خاص فينا احنا؟ هذا خاص فينا احنا، ولكن ما يمنع ان يصير هناك الربط الثنائي. الان حاليا موجود بين المملكه العربيه السعوديه ومصر مشروع ربط ثنائي. المملكه العربيه السعوديه واليمن في مشروع ربط ثنائي. ودول الشام كلها مترابطه. حلو. ربط ثنائي. الشام من الاردن موصل بمصر من خلال العقبه. ايضا في كيبل بحري 500 كيلو فولت، وثم مصر مرتبطه بكل المغرب العربي مترابط بربط ثنائي، وايضا المغرب مرتبط باسبانيا وايطاليا، وايضا في الجهه هذه الشام مرتبطين بتركيا، ومرتبطين ايضا بالعراق، طبعا العراق مرتبطه مع. نعم. اذن هي شبكه. فهي الان ذيكي مشروعات ربط ثنائيه. فميزه مشروع الربط الخليجي، ميزه الفريده فيها انه هو مشروع ربط جماعي وليس ثنائي. فبالامكان لاي دوله ان توصل تساعد دوله ثانيه دون المرور على الشبكه الوطنيه باستثناء الامارات. باستثناء السلطنه لابد نمر من خلال الشبكه الوطنيه للامارات. اما باقي الدول الخمسه بما فيها الامارات ممكن تستفيد من بعض بشكل مباشر. هذا المشروع حسب معلوماتنا انه يعني كلف مليار و 200 مليارين الا شويه. فهل لا، هو اقل من ذلك بكثير يعني. نعم. اقل. أي. من كذي؟ اي هو مليار و100 حق المرحله الاولى، يوم ضمت الامارات طبعا في تكاليف اضافيه صار مليار و200. هل المبالغ تتكفل الدول الست في دفعها؟ ان تتكفل مو بالست، الدول المترابطه بالنسبه لتناسب الاستفاده. والاستفاده هي ال 5000 ميجا وات اللي قبل يمكن ذكرناها. نعم. الوفر في الاحتياطي، كل واحد ايش كثر يوفر على قوه الاحتياج. نعم. على قوه الدفع يتهيألي. لا، الوفر. 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 الاحتياج يتطلب انتاج، والانتاج لازم انت تنتج اكثر من الطلب، تنتج الطلب زائد احتياطي. فانت بتنتج زائد الاحتياطي بس اقل. فالقدر اللي انت تقلل من الاحتياطي هذه هو النسبه، القيمه طبعا مقومه بالمال، يعني النسبه اللي انت بتدفعها من
تكلفة المشروع. هل يأتي عن طريق نتاج المنشآت مثلا كأبنية أو مصانع أو البيوت؟ يعني ليش يعني أقل ليش أكثر؟ الطاقة إيه أو أكثر؟ يعني الدول ليش كل تختلف؟ دولة. يعني الطلب يختلف. يعني الطلب الأقصى في دولة مثل قطر والبحرين. مثل عندكم في قطر تيالي لا زاد. لا زال نسبيا لا يعتبر لا يقارن بالسعودية لا يقارن بالسعودية ولا يقارن بالإمارات. صح. أي لأن الدول كبيرة يعني. فيها عمارة يعني تعمير أكثر وفي صناعة طبعا وكل إمارة لها شوف في أيوة. مشاريع بالضبط. فبالتالي الأصل أن من سواء كان حين ولا قبل في التسعينات يوم عدت دراسة الجدوى دائما الدول ذي بنسبة وتناسب أكبر من الثانية، كل دولة طلب عندها أعلى، ولكن النمو في الفترة الأخيرة يعني 5 سنوات الأخيرة فعلا تضاعف مقارنة بالنمو في الفترة ما قبل التسعين. يعني قبل ما بعد التسعين من بعد ارتفاع أسعار البترول والآخر ارتفعت معها أيضا الحاجة للكهرباء في كل الدول الستة. نعم. فأصبح النمو اللي كان سابق مثلا في معدل 5% الحين معدل 10-11%. قطر وصل اليوم من الأيام سنة من السنوات 17% نسبة النمو. وفي حين في أوروبا النمو سلبي أحيانا ناقص مش زايد وأحيانا يصل 1% والآخر. مصدر هذه الطاقة هل هي نووية أو من الماء ولا من أي مكان؟ طبعاً شبكة الربط ما تنقل أي طاقة من أي مصدر كان، ولكن الدول حالياً قاعدة تستخدم أكثرها معظمها غازية أو تعتمد على البترول. بترول. أما الشمسية والطاقة النووية طبعاً النووية قيد دراسة. ما فكرتوا في البدائل؟ مش كهيئة ربط، وإنما الدول عندها مشاريع دراسات في جميع أنواع الطاقة البديلة. نعم. وعلى خاص طاقة الرياح والشمس والنووي. هيئة الربط الكهربائي الهيئة وين موقعها؟ موقعها في الدمام. نعم. هل تم اختيار الدمام باتفاق يعني أم باتفاق. لأسباب معينة؟ باتفاق. بالاتفاق. يعني اقترحت المملكة والدول الثانية وافقوا. نعم. هل في دول امتنعت عنها تشترك في الربط الكهربائي؟ لا ما توجد ولا دولة، كلها وافقت. نعم. فقط عمليات بالنسبة لعمان تأخرت نتيجة أن في هناك تحديث في نقطة الربط ومسار الربط. نعم. هل الربط الكهربائي راح يضيف حق الأفراد والناس العاديين في دول مجلس التعاون الإحساس فعلا بأن خليجنا واحد؟ أكيد لا شك، لأن حتى إحنا نفسنا اللي شغالين في المشروع حسينا فيها بعد ما انتهينا من المشروع. يعني إحنا الحين صار لنا 20 سنة نشتغل في المشروع كدراسات وكتنفيذ 3 سنوات 4 سنوات، ولكن هي أمال بدأت من الكويت وانتهت في الكويت. يعني مشروع الربط الكهربائي أول فكرته أو أول دراسة لها قبل شاركت فيها الكويت. نعم. 1986. فبالتالي يعني كأنها بدأت من الكويت وانتهت في الكويت. اليوم كان حفل التكينة وانتهت بالمباركة بالكويت. بالكويت. إذا انتهت بمعنى انتشنت يعني. وليس انتهت يعني ما تدمرت. لا 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 بالعكس بدأت الآن. بدأ النور. بدأ والطاقة الكهربائية. ولعلمك يعني من يوم ما دشنا المشروع أو شغلنا التشغيل الأولي تم تبادل طاقة، تصدير طاقة من الدول الأربعة بما يقارب 120,000 ميجاوات ساعة. ما شاء الله. وتم استيراد كمية مماثلة. حلو. ولكن التصدير اكثر من الكويت اعتقد حدود 30,000 كيلوات ساعة ميجا وات ساعة. زين منورين احنا الحين. منورين بالكهرباء والطاقة صارت عندنا طاقة زيادة الحين. عندكم زيادة. زين لو طلبت بعض الدول يعني حتى لو كانت عربية او يعني او اي دولة ثانية من هذه الطاقة اللي موجودة عندنا تعطونهم انتم بزيادة؟ طبعا القرار التبادل بس يرجع للدول. يعني شبكة الرابط ناقل كهربائي، فيوم أنت تنقل إحنا عندنا رسوم تمرير، تدفع رسوم مثل ما تدفع رسوم الجسر. أي تدفع لهيئة الرابط رسوم. هاي الرسوم يعتمدها وزراء الكهرباء. الحين إحنا قاعد يعني نسوي مقترح حسب الاتفاقية المطلوب منا إن نسوي مقترح أو مشروع رسوم. حلو. حق الدول. أي ربط في أي مكان. لا حقنا إحنا. بس. ربط الخليجي. نعم. أما الدول الثانية هاي مشاريع إضافية تعتبر. يعني في دراسة ثانية إحنا شاكين فيها هي ترى مع جامعة الدول العربية لدراسة ربط العربي الشامل اللي من خلالها يعني تقوية مشاريع ربط اختصار. هي مشاريع ربط الثنائية موجودة. نعم.
فالفكرة أن يوم تدرسها تقوي الشبكة بحيث يصير شبكة تستحق يعني تتحمل أن تنقل فيها كهرباء من مناطق ذات الوفرة الكهربائية، المناطق اللي فيها وفرة غاز، مناطق فيها وفرة شمس طاقة شمسية، وهكذا إلى المناطق الأخرى اللي فيها طلب. فهذه تبادل المصالح بين دول الشرق والغرب والشمال والجنوب في الكهرباء، يعني هاي يسمونها السوق كهربائية، سواء خليجية كانت أو عربية أو سوق كهربائية دولية يعني. حلو. فالسوق كهربائية خليجية مشتركة هو أحد منافع المشروع، يعني نرجع لسؤالك الأولي. هو أحد منافع، بس شنو اللي يرجع حق المواطن؟ ما رديت على سؤالك. اللي يرجع المواطن أول شيء يحصل كهرباء من مصدر موثوق، وما تزيد التعرفة عنده، لأن التعرفة سياسة. نعم. التعرفة الكهربائية كل دولة هي اللي تقرر ما لمواطنيها والمقيمين على أرضها شنو اللي أصلح لها مستوى الدعم. نعم. فيحصل خدمة بنفس السعر بموثوقية أعلى. نعم. ثاني شيء الدول تستفيد إن إذا تيحت يوم من الأيام كسياسة أن يجوز تبادل الطاقة التجاري على أساس تجاري، إنه تشتري من النقطة الأقل تكلفة. نعم. فيقلل الدعم للممنوح للقطاع الكهرباء. نعم. فهذا الدعم اللي ينسحب من قطاع الكهرباء يروح حق الصحة، يروح حق التعليم، يروح حق القطاعات الثانية، حق الجهة الحكومية بس كمساعدة يعني لهم. يعني في الآخر مواطن استفاد محصلة بالضبط. إذا ما استفادها ككهرباء استفادها كصحة، كصحة. استفادها كتعليم، استفادها كخدمة طرق. صح. وهكذا. نعم، رائعة هذه المشاريع الخليجية اللي تحسسنا فعلا أن الأحلام قاعدة تتحقق على أرض الواقع. نورت الكويت بوجودك. الله يسلمك. ونورتنا بتو الليل بطاقتك ومنها إلى الأعلى وتنفيذ أكثر من هالمشروع من مشاريع أخرى. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. رح ناخذ فاصل ونعود إلى ما تبقى من تو الليل، في عندنا فقرات صغيرة، فأهلا فيكم معنا دائما.